هل يمكن اعتبار السعودية صاحبة أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين؟ من بلد كان يعتمد دخله على النفط بنسبة 95% إلى بلد متعدد مصادر الدخل، سياحة وصناعة وزراعة وخدمات إلى جانب كونه بلداً نفطياً. السعودية صاحبة أعلى نمو اقتصادي في مجموعة العشرين لعامين متتاليين، ووجهة مفضلة للشركات العالمية. هي أكبر مصدر للنفط بالعالم ب7,500,000 برميل يوميا، والملاذ الآمن للباحثين عن استقرار إمدادات الطاقة. نجحت بتقليص الانبعاثات من مشتقات النفط، وأسست أرضية صلبة في مجموعة العشرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الناتج المحلي للمملكة نما بأكثر من 50% من عام 2010 حتى 2022، ليتجاوز العام الماضي حاجز 1,000,000,000,000 دولار.